ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج العقرب ليوم الاثنين 13 يوليو حزيران 2022. عاطفتك النهارده يا عقرب تعتبر جياشه جدا في اليوم ده، علشان كده هيكون من الصعب انك تخفي مشاعرك لما تبقى تتكلم مع الاشخاص اللي حواليك في اليوم ده. خليك حذر اكتر لما تبقى تتعامل مع شويه من الاشخاص اللي قدامك، هتفكر فيهم بشكل كويس وفي كل كلامك، لأن كلماتك هتأثر عليك وهتأثر على كل الأشخاص اللي حواليك بشكل كبير جدا جدا في يومك ده. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا عقرب، ما تقللش من قيمة شريك حياتك، فكل ده بيدل على قلة احترامك لنفسك وحتى لتقديرك لإمكانيات كتيرة جدا كبيرة جدا، علشان تقدر من خلالها تبقى عندك قدرات خلاقة جدا على الابتكار وابتكار حاجات جديدة في حياتك مختلفة عن اللي انت متعود عليها قبل كده. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة يا عقرب، هتحاول انك تنظم كل شؤونك المالية وتقيم كل حساباتك وتمتنع عن كل المخالفات اللي بتعتبر قانونية، لأنك لازم ما تهملش واجباتك علشان ما تشعرش بأي نوع من أنواع التعب ولا حتى التوتر. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، بتمر بيوم عصيب جدا، في تشنج كبير، في انفعالات كبيرة تسيبك في حالة صحية غير مريحة خالص في الفترة دي، هتستمر الأيام طويلة جدا جدا، خليك مستعد ليها علشان تتحاشى.